أدوية الضغط يا دكتور بتبقى مختلفة، ومش كل دواء ضغط واحد مناسب للناس طبعا كلها، طبعا. وفي ناس يمكن تقعد تجرب كذا دواء ضغط وما ترتاحش وتقعد وفي تجرب دواء هو للتاني. دواء ضغط وعنده ضغط المريض، بس لو اخده هيضره، هيدخله لحاجات تانية، ممكن بس يعمله فشل في الكلى نفسها. بالظبط بالظبط. فليه يا دكتور الناس بتاخد أدوية ما ترتاحش؟ يعني ايه المشكلة؟ المشكلة بتبقى المشكلة هنا انه في ما ايه؟ بتجهش الاتجاه السليم، يعني بيروح للصيدلي انا ضغطي عالي، بياخد دواء من نفسه او الصيدلي بيوصف له، ده طبعا ده غلط. واعتقد كل الصيدله بيوجهوا المرضى، يعني حتى لو اداله مره عشان ينزل ضغطه بيقول له روح لدكتور قلب، بس لو اخذ الدواء واخده من نفسه وكمل عليه ده ممكن يأذيه اكتر ما يضره، أكيد. يعني مش مناسب ليه. أمم هو بيجي لدكتور القلب بيشوف ظروفه ايه، ايه الاعراض اللي عنده، ايه التحاليل اللي احنا بنعمل تحاليل ليه واشعات ليه، عشان اشوف ايه الدواء المناسب وايه البروتوكول اللي هيمشي عليه في العلاج. أمم بنعمل اشعه ايكو بنشوف كفاءه القلب كام في الميه، هل في صمامات، هل في ضعف عضله القلب، هل الضغط بقى له فتره عنده سبب له تضخم في عضله القلب، كل حاجه ولها علاج. أمم طبعا طبعا. انما هو ياخد من نفسه هيضر نفسه. طب ليه احيانا يا دكتور بنسمع دلوقتي ان في ناس حتى لو جالها فيروس كورونا وخفت وما بقاش عندها اعراض فجأة ممكن يتوفوا، وده بيقول بيرجع ليه؟ ان حدوث بجلطة في القلب. يعني هو كلامك مظبوط بنسبة كبيرة، اه لذلك أدوية السيولة إيفن المريض خف وما عادش فيه أعراض للكورونا بيستمر 6 شهور تقريبا، 6 شهور من 3 شهور ل6 شهور، حتى لو ما عندوش أي أمراض مزمنة. حتى لو مفيش أي حاجة، ده ينطبق على كل الأعمار كل اللي السن. جاله كورونا على حسب وضعه إيه. حتى السن الصغير يا دكتور يمكن ده حتى السن الصغير حتى في السن تحليل الصغير. معين بنعمله اسمه دي دايمر، تمام، دي دايمر ده بيدينا انطباع هل ممكن يكمل شهرين 3 ل6 شهور حسب حالته. وطبعا في خلال ال6 شهور دي لازم يبقى في متابعة في برضو، متابعة طبعا ما زال طبعا، يعمل متابعة. تحاليل دورية، الايكو، الأشعة على الصدر، كل دي تحاليل، كل دي حاجات متابعة للمريض وبتفيد المريض ونشوف هو في أي مرحلة، هل يكمل بالعلاج، يستمر قد ايه، الجرعة بتاعته قد ايه، كل دي حاجات بتجايد للدكتور وللمريض. طب حضرتك قلت ان الكورونا يا دكتور ممكن تسبب جلطه، ممكن تسبب التهابات في الاوعيه ومشاكل اخرى ممكن تسببها، يا ريت تقول لنا اعراض. هل الاعراض بتختلف يا دكتور لو حسب المشكله ايه هي؟ بيكون ايه هو العرض؟ لو هي متسببه مثلا في كومبليكيشن او مضاعفات في الرئه او في شرايين الرئه، طبعا النهجان مع اقل مجهود، كرشه النفس باستمرار، لو مشي او طلع سلم بينهج بسهوله، ومعظم الناس اللي جالها كورونا بيقعدوا فتره حاسين انهم ملخبطين شويه، حاسين انهم مش مظبوطين، النفس مش مظبوط، مش زي الأول، ضربات القلب كأنه على طول رجع مش سريعه، زي الأول، صحته مش زي الأول. بيقعدوا فتره كبيره ضربات القلب، ودي شكوى شفناها كتير جدا مع مرضى اصيبوا بالكورونا، دايما بيشتكي ضربات القلب على طول سريعه. بنعمل تحليل غده ودي لقيناها برضو مع الناس، بعض الناس كتير لان الغده يعني اتاثرت بالموضوع، الغده الدرقيه بالذات حتى لو ما عندوش الغدة. حتى لو ما كانش عنده، بعض الناس فعلا لقيناها كده. ايه السبب؟ اكيد مضاعفات من الفيروس لانها كانت هو مشتركه مع بعض الفيروس يعني المرضى. مضاعفات واحنا عمالين نكتشفها كل شوية، بتطلع بالظبط، حاجات هو كتيرة فيروس جديد، جديدة. طبعا هو عشان فيروس فيروس جديد، جديد. وبدليل ان احنا كل يوم ممكن نغير في البروتوكول، كل فتره بالظبط. بروتوكول العلاج كل يوم بنلاقي حاجات جديده، اصابات جديده بشكل مختلف. دلوقتي كان الاول اصاباته زي البرد او اعراضه زي البرد، في ناس تانية بتيجي بمغص بالظبط، وإسهال واسهال وترجيع، في ناس واضطرابات في الجهاز الهضمي. بالظبط، بأعراض مختلفة. في اي حد دلوقتي باي اعراض ممكن سسبكتد او ان هو عنده اشتباه طيب الأعراض اللي ذكرتها حضرتك يا دكتور، النهجان، ده ضربات في القلب. الرئة. طيب القلب، القلب ممكن يجي برضه بنهجان وألم في صدره، لأن عضلة القلب لو ضعفت، تمام، برضه المريض بيجي ينهج، القلب مش قادر يضخ، تورم في رجليه لو سببت له فعلا التهاب فيروسي في عضلة القلب، بالتالي بيحصل ضعف في الكفاءة بتاعة العضلة وكفاءة الضخ بتاعة القلب، فبالتالي عشان كده بيحصل تورم في الرجلين. بيحصل يمكن تورم ده في كمان الرجلين بنشوفه باتنين أو كبار السن يا دكتور، بالظبط.
ان هم ما فيش حركه عموما كتير. لا تورم الرجلين ما ليه اسباب كتير برضه يعني مش شرط ان كل واحد. لا 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 من ضمن الاسباب يعني انا قصدي يعني اكيد طب ايه هي الاسباب الاخرى غير مشكله الكلى؟ الكبد، الكلى ممكن حاجه لوكالايزد في الرجل نفسها، خشونه الركبه تعبانه بتاع كتير يعني، ممكن لا قدر الله الجلطه في الرجل بس في الغالب تيجي في رجل واحده يعني، تبقى صدفه غريبه لو الاثنين مع بعض يعني. أيوة. وطبعا الكورونا من ضمن الحاجات اللي تعمل جلطات، فممكن تصيب جلطه في الرجل فبتورم والم شديد في الرجل والكلام. فتورمات الساقين او الساق ليها اسباب كتير، بس انا بتكلم من ضمن الاعراض ان لو القلب تعبان من كورونا هتأثر يعمل اعراض، فشل في الكفاءه، هيكرشه نفس باستمرار، تعبان، تاكي كارديا او ضربات القلب سريعه، الم في صدره مع المجهود، لو اصيبت الشرايين التاجيه مثلا. طبعا ده كل دي اعراض ممكن تصيب المريض بتاع كورونا، ايفن اذا كان كاردياك اصلا، اذا كان عنده امراض قلبيه سليم. فده كله لازم يتابع، انه مش مجرد ان انا خلاص الاعراض راحت ان ما تابعش. لا طب ما هي دي بالظبط يا دكتور، زي ما حضرتك بتاكد عليه ان هي حتى لو حد جاله فيروس كورونا وما عندوش الاعراض لازم يتابع مع دكتور الصدر لازم يتابع بتاعه ودكتور القلب. كورونا بتصيب الاوعيه الدمويه والقلب والرئه. طيب العلاج بقى يا دكتور بالنسبه للناس اللي تعرضوا لفيروس كورونا وسببت لهم مضاعفات، طبعا في بروتوكول مع الادويه اللي هم بياخدوها، يعني ايه هو البروتوكول والعلاج بيبقى ايه؟ بروتوكول العلاج بتاع كورونا طبعا زي ما قلت لحضرتك هي كذا ليفل، مايلد، مودريت، لو مودريت، هاي مودريت، حسب الاعراض والمضاعفات طبعا. كل ده ليه بروتوكول، كل حاجه ولها البروتوكول بتاعها. بتوع الصدر او الاطباء الصدريه بيكتبوا البروتوكول بتاعهم، احنا بتوع القلب بنكتب البروتوكول بتاعنا اللي يحمي القلب. احنا بالنسبه لنا احنا طبعا ادويه الصدر دول بتاعتهم هم بروتوكول انتي فايرال والانتيبيوتيك والكورتيزون اذا احتاج المريض والكلام اللي هم بيدوه وتقويه المناعه وكلام. احنا بالنسبه لنا كالقلب من جهتنا احنا مضاد السيوله، ادويه السيوله تمام، الضغط لازم اظبطه، الكوليسترول، ادويه الكوليسترول لازم اظبط الكوليسترول مع المريض، اذا كان القلب دخل في مضاعفات اكتب له علاج اللي يحميه واللي يعالجه ويقلل من المضاعفات. ويتابع معايا طبعا ايفن انه موضوع الكورونا خلاص الحمد لله خف منه او ما عادش فيه محتاج لادويه الكورونا، كل ما يخش في مرحله متقدمه في الشفاء طبعا كل ما الادويه بتقل من عليه. أكيد. بس لازم يتابع 6 شهور على الاقل ما بين الطبيب الصدر وبين طبيب القلب، لان كل فتره هحتاج تحاليل، هحتاج اشعاعات، شوف اتاثر ما اتاثرش، الموضوع بيزيد معاه، الموضوع بيقل معاه، كل حاجه ولها طبعا. مرحله، كل مرحله ولها علاجها. ما ينفعش من نفسه او من دماغه او مع احترامي للصيدله بيروح صيدليه انا حاسس بكذا يديله كذا وعليها وخلاص. لذلك زي ما انت قلتي في ناس كتير الموت المفاجئ، الموت المفاجئ بقى كتير جدا الايام دي. صحيح. واسبابه مش معروفه الا يعني السبب الكومن او المشهور انها جلطه مفاجئه اذا كانت في الرئه او في القلب او في المخ يعني.